نسرين، أنت الآن في أحد المراكز الانتخابية، 5000 مراقب وإعلامي في هذه الانتخابات للمجالس المحلية التي يتنافس فيها أكثر من 7000 مرشح. تحدثنا يوم أمس ربما عن هذا اليوم، كيف تقرأين الصورة الانتخابية اليوم لديك؟ تحياتي. نعم رعد، في أبرز ملامح الصورة اليوم يمكن أن نقول أن نسق الإقبال على هذه الانتخابات المحلية، نسق إقبال الناخبين يبدو بطيئا منذ الصباح، لكن الآن نحن تقريبا في يعني تجاوزت منتصف النهار والنصف بالتوقيت المحلي، ومن المحتمل أن تزيد هذه يعني نسبة الإقبال أكثر فأكثر مع تقدم ساعات النهار. مكاتب الاقتراع فتحت عند الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وانطلقت عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي عملية القرعة بالنسبة للمترشحين الحاملين لإعاقات، لأنهم بالنسبة للمترشحين الحاملين لإعاقات لا يخضعون إلى عملية انتخاب بل إلى قرعة للاختيار فيما بينهم. بعض الجمعيات المعنية بملاحظة الشأن الانتخابي وصفت الإقبال بالضعيف، لكن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قال إن نسبة الإقبال مشجعة إلى حد الآن خلال نقطة إعلامية في المركز الإعلامي للانتخابات. رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا الصباح عند الإدلاء بصوته في الانتخابات المحلية وصف هذا اليوم بالتاريخي، وقال إن هذه فرصة لصاحب السيادة الحقيقي وهو الشعب التونسي ليدلي بصوته، خاصة المهمشين والذين لا صوت لهم، هذه فرصة لإسماع أصواتهم والمشاركة في اتخاذ القرارات. طبعا هذه انتخابات مهمة لإدارة الشأن المحلي ومناقشة المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية وكل المشاريع التي تعني الناخبين والمواطنين عن قرب، وهو ما قاله الرئيس قيس سعيد هذا الصباح، قال إن هذه انتخابات قرب وبالتالي لها أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة وفي بناء البناء الجديد الذي تتطلع إليه تونس من أجل بناء تاريخ والسير نحو تاريخ جديد من أجل إرساء مؤسسات نعم. دائمة فاعلة. نسرين يعني وفق هذا التصريح، تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد بأهمية هذه الانتخابات وفي الجمهورية التونسية الجديدة كما تقولين وكما صرح الرئيس قيس سعيد، وفق المراقبين لديك ما أهمية أو فرق هذه الانتخابات عن سابقاتها التي هي تحدث الآن لأول مرة، وكما قلت يوم أمس بأن هناك سيكون هنالك الغرفة الثانية في البرلمان ربما لديها الإشراف على هذه المجالس، فما هي الأهمية بمكان، ما هي اختلاف هذه المجالس عن سابقاتها؟ نعم، الأهمية بحسب المراقبين للشأن التونسي بشكل عام وللشأن الانتخابي أن هذه الانتخابات ستعطي أو ستقرب الصورة أكثر أو الوضع أكثر للمواطنين ليكونوا فاعلين في اتخاذ القرارات التي تهم المناطق التي يقيمون بها. مختلفة فعلا هذه الانتخابات عن سابقتها بشكل كبير، أولا لأنها تجري بموجب قانون انتخابي جديد، فالآن هذه الانتخابات أو المترشحين الذين سيفوزون في هذه الانتخابات سيكونون مسؤولين أمام الناخب التونسي أو المواطنين التونسيين، ويمكن لمن يكون أداؤه ضعيفا أن يتم سحب الثقة منه في مرحلة لاحقة، وهو نفس الشأن بالنسبة للغرفة الأولى للبرلمان. نعم، هذه بالفعل انتخابات أيضا مختلفة وجديدة في شكلها الحالي، لأنها لأول مرة سيكون هذه المجالس المحلية بشكلها الجديد مجالس على مستوى المعتمديات، وهنا عندما نقول المعتمدية فهي تسمية إدارية وتقسيم إداري يأتي في مرتبة ثانية بعد الولاية، يعني الولاية تقابل المحافظة في بلدان أخرى مثل ما ذكرت بالأمس، وهناك في تونس 24 ولاية
وبالنسبة للمعتمديات عددها 279 معتمدية في تونس، وهذا العدد هو نفسه عدد المجالس المحلية التي ستنبثق عن هذه الانتخابات. بالتالي عندما يتم تعيين أو تنصيب هذه المجالس المحلية في مرحلة لاحقة، سيتم انتخاب فيما بين الفائزين أعضاء المجالس الجهوية ليكونوا على مستوى الولاية، وفي مرحلة لاحقة سيتم الاختيار أو الانتخاب فيما بينهم أعضاء مجلس الأقاليم والجهات، وهي الغرفة الثانية للبرلمان التي تعرفها تونس لأول مرة طبعا، بالإضافة إلى مجلس نواب الشعب الغرفة الأولى، وكلاهما سيكون مسؤول عن النظر والتصويت على المشاريع القوانين التي تهم التونسيين خاصة في حياتهم اليومية، وأيضا التصويت على ميزانية الدولة خاصة ميزانية يعني سيساهم عضو المجلس المحلي في كما يساهم عضو البرلمان في مسألة بعض التشريعات. هل حددت الاختصاصات للمجلس المحلي مخالفة لاختصاصات البرلماني؟ بالنسبة للاختصاصات مبدئيا سيكون معني بالشأن المحلي والنظر في كل المسائل وكل المشاريع أو مشاريع القوانين التي تدير الشأن المحلي وتعني بها تعنى بهذا الشأن المحلي، مشاريع مثل ما قلت في مجال التنمية، مجال البنية التحتية، خاصة طبعا حسب خصوصية كل منطقة. هناك مناطق القطاع السياحي له أهمية أكثر من قطاعات أخرى، في مناطق أخرى هناك القطاع الصناعي، وفي مناطق أخرى هناك القطاع الزراعي. لكن طبعا هناك تقريبا كل المطالب هي مطالب لتحسين التنمية، توفير فرص عمل للشباب، وأيضا هناك أهمية أخرى لهذه الانتخابات لأنها ستمكن من إعطاء صوت للناخبين الذين يخرجون من مناطق يعني هذه المناطق الداخلية، ليكونوا فاعلين في وضع الميزانيات الخاصة بمناطقهم، وبالتالي سيكون نفس يعني عضو المجالس المحلية سيكون له أهمية في اتخاذ القرارات مقارنة ببقية يعني نعم. مثل عضو مجلس نواب الشعب، لأنه سيكون ممثل في مجلس الأقاليم والجهات وهي الغرفة الثانية للبرلمان. نعم، نسري رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من أحد مراكز الاقتراع في تونس، شكرا جزيلا لك لوضعنا في صورة انتخابات المجالس المحلية الجديدة في تونس، شكرا لك.